النهارده هنتكلم على حاجه بسيطه خالص. طبعا اول حاجه عرفنا ازاي نعمل حساب على الجيميل او ايميل على الجيميل وحساب على الياهو. بعد كده بقى بنعمل حساب على الياهو على الجيميل، ازاي نعمل او ازاي نعمل حساب فيسبوك وحساب تويتر وحساب كل الحواس، حسابات دي هنفتحها احنا مع بعضينا ونتعلمها ازاي. النهارده هنتعلم ازاي نفتح حساب فيسبوك، وحساب طبعا يكون تقيل كده ومربوط، مش اي حساب يكون يتعطل بعد اسبوعين يوقف والكلام ده كله. هنبتدي اول حاجه نفتح المتصفح بتاعنا ونكتب في محركات البحث الفيسبوك. ومن اهم يعني الارشادات اللي بتنوع عليها الفيسبوك انه احنا ما نحطش صور اباحيه او صور فيها عنف، فيها دم، فيها قتل، فيها بتاع، عشان خاطر الفيسبوك بيحجب الصور دي او الفيديوهات دي. طبعا بندوس ثلاث زين كده، بنقول له عرض سطح المكتب، بيفتح لي زي كده، بنخش ايه فيسبوك تسجيل دخول. طبعا انا بقول له هنا ايه الاسم الاول، اسم محمد، وبعد كده كلمة الشهرة بتاعتي، وبعد كده بنقول رقم موبايل او ايه او البريد الالكتروني. لو حطيت رقم موبايل وبعد كده نربط بايه، نربط بالبريد الالكتروني او العكس، تحط رقم موبايل دلوقتي لما تخش في التأمين اكتر هتربط بايه، البريد الالكتروني. انا بقول لك حط رقم الموبايل الاول اهو، طبعا هنزل كده بس لكلمة السر بتاعتي اللي عايز احطها. وافترضنا كلمة السر لازم تكون من 6 وفيهم حروف، تمام؟ هاي كلمة السر بتاعتي. وبعد كده تاريخ الميلاد بتاعنا كده، الشهر، وبعد كده ايه السنة. وبعد كده بختار انا ايه ذكر او انثى ولا انشاء حساب. الحاجات اللي بتبقى يعني ما يكونش لازم يكون اسم مثلا حقيقي، ما يكونش اسم مموه، عشان خاطر هو الفيسبوك دي مصداقيه وبتاع، وهو اصلا يعني هو اللي يامن لك الحساب بتاعك، ما يخلوش من السهل ان ايه يخترق. طبعا في رمز دلوقتي هيجي لي الفيسبوك، هيبعت لنا رسالة على التليفون الخاص بتاعنا، وها رسالة جت لي على التليفون التاني، وها الرقم بتاعي بتاع الحساب ده. بنكتب الرسالة دي، الرسالة دي رمز ايه، رمز تأكيد ان الموبايل ده ايه، الموبايل ده بتاعنا، رمز تأكد. وما نقول له ايه متابعة. ولك لقد ايه فيسبوك، وقد باستخراج اسم ايه دخولك بسمين برقم الموبايل بتاعك محمد الشريف. بيبنى تاني هيدخلني بعد كده على فترة على الاعدادات بتاعتي. الاعدادات هبقول لي إضافة صديق، طبعا هو كل هيجيب لك الأصدقاء اللي عندك على إيه، على أول حاجة لقيت الاتصال عذرا. طبعا بعد كده بيفتح معايا الصفحة دي التالي، طبعا أنت هتغير طبعا يعني هتغير كلمة الصورة بتاعتنا كده، كلمة محمد نفتحها زي كده، وهنغير ايه، هنغير ندوس اضغط صورة اضافية للموافق. بقول لي تحميل صورة،
هيدخلني على الصور اللي عندي. انا اخترت الصوره دي مثلا، بقول اوتام صاحب الصوره لاعلى وبتاع، عشان هذا ايه اكمل الصوره بتاعتي اخليها شكلها جميل. جبت الصوره، قولي تم حفظ الصوره ايه نجاح. جنب الصوره بيقول لك اختار غلاف. هو بص، هو حاط عنده يعني، هو في صور عنده على الفيسبوك، حاط صور، اقول له موافق. بعد كده دخلني على حاجه اسمها اضافه صوره، تحديد الصور، صوره الغلاف. هدوس له اضافه، هيدخلني على الالبوم بتاعي، الصور بتاعتي. نختار الصوره دي مثلا، نكتب له تم فوق تعديل الصوره ولا حاجه، تعيين الصوره كصوره غلاف، قول نعم يا ريت التحميل. طبعا جاب الصوره وراه، ده مثال، خلي بالك انا بدي مثال. بعد كده انت بتخش تعديل تحت، إضافة مكان المنشأة، هتكتب بقى تعديل التفاصيل العامة بتاعتك، لازم تحط التفاصيل بتاعتك. مثلا سي مثلا هنا كل حاجة إضافة، يعني مثلا هنا سيرتك الذاتية، يعني سيرتك الذاتية اكتب مثلا نبذة عن السيرة بتاعتك. بعد كده المدينة الحالية، بعد كده مكان، اكتب دوس عليك تدوس غير إضافة هنا وتكمل باقي كله زي كده. المدينة الحالية، مكان عمل، المدرسة، مكان منشأة، الحالة الاجتماعية، الروابط، مش عارفية. وفي الآخر دوس تعديل معلومات ايه قسم حولة، عشان كلمة حولة تجي لك في البروفايل بتاعك، أو ما حد يدوس على كلمة حولة تدخل على نفسك. وبكده يبقى أنت عملت ايه، يبقى أنت عملت حساب على الفيسبوك تمام 100%. وشكرا لكم، السلام عليكم.